في هذه اللحظات الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط الأول لفئة القعدان المغلق اللي في أول المراكز هادو مياس لسيد مبارك بن سيفة المنصور، في أول المراكز الثاني المراكز هادو الشقب لناصر بن حمد بن مبارك بن تريحيب بن نايفة مع سيد جمعة الكباشي في التضمير، أما اللي في الثالث المراكز السلالة في هذه اللحظات هادو هذا الحصان للسيد حسن بن خليفة بن حسن الجفالي النعيمي في ثالث المراكز إلى ثاني المراكز الرابع المراكز من الجانب الأيمن هذا عجلان سيد ناصر بن حمد بن مبارك بن تريحيب بن نايفة في رابع المراكز مع السيد جمعة الكباش، ولكن اللي في أول المراكز هذا الحصان للسيد حسن بن خليفة الجفالي النعيمي في أول المراكز ثاني المراكز عدو مياس لسيد مبارك بن سيفة المنصوري في ثاني المراكز في هذه اللحظات ثالث المراكز عدو عجلان لسيد ناصر بن حمد مبارك بن تريحيب في ثالث المراكز رابع المراكز عدو عجلان لسيد أو الشقب لسيد ناصر بن حمد مبارك بن تريحيب ابن نايفة، ولكن روح مع اللي في أول المراكز حتى هذه اللحظات هذا الحصان للسيد حسن بن خليفة بن حسن الجفالي النعيمي في ثاني المراكز في أول المراكز مسيطر حتى هذه اللحظات أول المراكز هذول أمياس للسيد مبارك بن سيف المنصوري مع السيد محمد الحسن الشكري في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ولكن هذا الحصان انتزع المركز الأول بطرد مكية الحصان للسيد حسن بن خليفة بن حسن الجفالي النعيمي، نقول تهانينا والناموس على فوزه الحصان بالمركز الأول، أما اللي في ثاني المراكز وصل عمياس لسيد مبارك بن سيف المنصوري، ثالث المراكز وصل عجلان لسيد ناصر بن حمد بن تريحيب ناصر بن حمد مبارك بن تريحيب بن نايفة. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 17 ثانية 91 جزء من السنة. تهانينا والناموس.